آخر محطة إقليم بركان جامعة مدار إطار التخصيصية التوعوية التي تقوم بها هيئة اهتمام الشباب تحت إشراف مجيد جعفر الشوك. الحملة التي تعرف الجميع أقاليم جهة تحت برنامج مسطر خلال أيام مقبلة. كنتوجه بالشكر الجزيل لكل مكونات المجلس رئيسا ومكتبا وأعضاء اللي جاوا معنا في هذا الحملة. كنبغي نشكر اولا موقع عبير على الاستضافه في هذا اللقاء. صراحه يعني اننا لقينا واحد التجاوب كبير من طرف الساكنين ديال إقليم بركان، خاصه اننا احنا استهدفنا واحد المنطقه اللي قرويه واللي قليل اللي كيستهدفها في اطار المشاريع ديالو، اللي هي الجامعه القرويه ديال تافوغاخ، الجامعه ديال إقليم، والجامعه القرويه ديال مدار. ولقينا واحد الاستحسان واحد التجاوب ديال الساكنين واللي يعني تجاوبوا معنا في هذا الاطار ديال النصائح اللي قدمنا لهم احنا كهيئه اهتمام الشباب، منها الكمامه، ضروره الكمامه، منها التباعد، منها عدم التصافح. يعني لقينا واحد التجاوب ديال الساكنين في الاطار. قلبها لا شوف غيكون على النيف هذاك. الحمد لله كاين تجاوب ديال يعني هنا الساكنه وايضا حتى الوافدين على منطقه تافوغاخ بحكم انها منطقه سياحيه. حاولنا ما امكن اننا نوعيهم ونحسهم بالمخاطر ديال وباء كورونا، وحاولنا ما امكن نوريو لهم يعني التعليمات الصحيه في هذا المجال هذا من ارتداء الكمامه. وزعنا واحد مجموعه الكمامات على مجموعه ديال الناس اللي ما بقيناش عندهم الكمامه، وبينا لهم الاهميه ديال التباعد وديال التعقيم وديال يعني التحسيس بهذا المخاطر ديال هذا الوباء. ونتمنى ان تكون هذه الحمله التحسيسيه ادت النتائج ديالها لهذا الساكنه وايضا للزوار ديال المنطقه. شكرا جزيلا. السلام عليكم، تحيه جمعويه للجميع. كنت واجدوا هنا باخر محطه كانت لنا اليوم في اطار واحد الحمله ديال هيئه اهتمامات الشباب للمجلس جهه الشرق، بعد ما دوزنا التافوغالت كمحطة أولى ثم إقليم، الآن كنتواجدوا بمدى هيئة اهتمامات الشباب تحت إشراف مجلس الجهة اللي أعطانا اليد حقيقة، وتنسيق مع السلطات الإقليمية وكذلك المحلية كنوزعوا فيها الكمامات وكنوزعوا فيها إن شاء الله تعالى التعقيم وعملية تحسيسية كذلك بمخاطر وباء كورونا وفق يعني التعليمات وكذلك التوصيات استجابة للنداء ديال سيدنا. نصيحة للجميع أنه الجميع ملزم بالالتزام من أجل أننا نخرجوا إن شاء الله من هذا الوباء وهذا الفيروس في القريب العاجل.